الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم ان شاء الله بدنا نكمل خطوات الاكساء، ندخل اليوم على الاكساء المتقدم اكثر من الشغلات البسيطه اللي شفناها الجلسه الماضيه. احنا دخلنا على الماتيريال، شفنا كيف نتعامل مع المواد، شفنا كيف نكون مواد جديده. الخرائط ما تعرفنا على كثير منها، شفنا البيت ماب، شفنا السبلات والسبيكل شفنا كمان السيلولر، شفنا مجموعة منهم، بس اليوم رح نكمل على مجموعة تانية. هلا نحن عملنا خامة ارميد الجلسة الماضية، كانت عبارة عن صورة وبمب. على فكرة اغلب المواد رح تصممها بهالاسلوب هذا، صورة وبمب، خصوصا اذا عندكم مكتبة واسعة من الصور. اليوم رح نشوف اسلوب تاني لعمل الارميد. في عنا مادة بالنم او خريطة بنسميها تايلز، هي خريطة كتير مهمة بالماكس اسمها تايلز. فهي اذا فردناها قلنا له شو اند ريزولت، شايفين النتيجة هي عبارة عن كل بساطة تقطيعات مربعات مع الفراغات اللي بيناتهم. هلا الشيء اللي نحن ممكن نحدده، طبعا الكوردينتس بنعرفها، هاي مرة علينا من قبل. رح ندخل على شيء اسمه ادفانسد كنترول وستاندرد كنترولز، هدول صفحتين بدنا نشتغل فيهم. فاول شغلة اعطيني اياها شو العنوان اللي بنشوفه هون؟ باترن سيت اب اللي هي النقشي والبرست تايب. ممكن نغيرها هاي، انا ممكن استعمل تقطيعات جاي على النص، ممكن استعمل بهالشكل هذا، طبعا حسب الشيء اللي انا بدي اصممه. فلما بدي اعمل انا مثلا جدار ارميد منتظم بدي اعمل بهالشكل هذا. ممكن في عنا تقطيعات باللاندسكيب احجار ما انا منتظمي موزع توزيع عشوائي، ممكن ناخذ هاي، ممكن ناخذ تقطيعات الثانية مثلا هاي. في كتير باللاندسكيب فرش خارجي حجر بيستعملوه بهالاسلوب هذا. فنحن علينا ننقي النتيجه اللي بتناسبنا. رح اخذ انا الرننج بوند تقطيعات منتظمه، هاي منها ممكن اوصل للارميد. هلا هاي البرست تايب، طبعا ادفانس كنترول بتكون مسكره، بنحررها. بلاحظ انه مقسمه عندي لمربعين اساسيين. اول عنوان شو؟ اول مربع عنوانه شو؟ التايل سيت اب، التايلز اللي هي الارميدي نفسها او البلاطه اللي عنا اياها، والجراوت هي الموني اللي بيناتهم. فبنشوف هون انا من اللون ممكن اتحكم بلون الارميدات اللي عنا اياها. اوكي، فاعطانا بالنتيجه هالشكل هذا. هلا الشيء الثاني اللي هو الموني، انا ممكن احددها من هون، ممكن احدد اللون اللي عندي اياه. طبعا الاساس اللي نحن بدنا نشتغل فيه، في عنا شيء اسمه هوريزونتال كاونت وفيرتيكال كاونت اللي هي العدد عم يتوزع عندي. طبعا هاي بالعدد وشو كمان رح يتحكم؟ بموضوع النسبي، انا محطوطين قد بعض، طالع عندي مربعات رح اعطيه 12 او 4 ب 12. شايفين النتيجه اللي صارت عندي؟ هلا في عنا بعدها بالجراوت سيت اب هوريزونتال جاب، ممكن انا خفف الموني شوي بيناتهم. وممكن في عنا قيمة فوق بالتايل سيت اب مثل ما شايفين شو عنوانها؟ كلر فارينس. فهي القيمة كتير حلوة، مجرد ما انا ارفعها مباشرة شو عم تعمل لي؟ شايفين النتيجة؟ عم تعمل تباين بين الالوان. عم نحكي نحن هلا كلون، بس انا مجرد ما ضربت عيني على زر اسمه لون معناتها هون شو بقدر اضيف؟ بنقدر نضيف بيتما، بنقدر نضيف صورة، وراح استفيد من الخصائص هاي معهم. فعنا هون color variance، في عنا تحت horizontal gap و vertical gap. طبعا بالوضع الطبيعي مقفولين، بس انا ممكن افصلهم لو بدي تقطيعات بس على العرض، وبكسب بالطول تباينات. هاي في كتير بالاكساء الخارجي للابنية بيستعملوا هالاسلوب هذا، فراغ بين الافقيات والفراغ الثاني بيبقى بس على الالوان. فهي كمان ممكن نستعملها. في عنا هون شيء تاني اسمه هولز، يعني نستعمل هاي اذا جدار قديم، انه بين كل وحده وحده رح يصير عندي مثل وحده مقلوعه او مبينه الموني او شيء. هاي الهولز. في عنا قيمه اسمها الرف، هاي بتعمل لي تشويه ل مبين عليكم اذا بدي اعمل كمان جدار قديم او في نوع من السيراميك حروف وهي بتجي مكسه، يمكن بالصور موجود هلا نشوفها. فممكن نستعملها من هون. هلا انا ما أنا متذكر كان ممكن نتحكم بالقياس تبعها او النسبه، هلا نشوفها. كمان من هون
بي ار كود. المهم هاي الرف استعمل لي توزيع عشوائي للموني. فهلا هاي مجرد يعني مثل ما شفتوا كبستين انا وصلت لهيك نتيجة. اذا كسينا فيها حيط طبعا نطبق له اليو في دبليو مثل ما حكينا من الموديفاي بوكس، ودائما النسب هاي بنعطيها مقاسات ثابتة. تمام شايفين النتيجة؟ المادة ما كفت معي هيك، ما خلصناها، شو لسه لازم نضيف لها؟ رح نرجع نضيف لها بامب، رح اقول له هون كوبي لانه بدي اعدل على الخريطة ما بدي اخليها نفسها. طبعا مجرد اضافة البامب شفنا شلون عم يعطينا النتيجة هاي. هلا الفكرة هون انه الارميدي نفسها مبين كثير ملسي ما هيك؟ فالفكرة انه بدي اضيف بالبامب، شو بدي اضيف له هون؟ بدال ما يكون لون عندي البامب، بنعرف الماب هي خريطة ابيض واسود بالنهاية، فرح اعطيه هون لون مشان نتأكد انه هاي هي البامب، ورح اقول له بدال تيلز ما يكون لون ابيض رح اعطيه خريطة، رح اعطيه الدنت مثلا. بنعرف الدنت هي من الخرائط اللي بتعطينا تأثير خشوني قاسي. هي الدنت شوفوا شكلها الاساسي بيكون بهالشكل هذا. طبعا انا اذا رجعتها هيك رح تعطينا نتيجة كتير سيئة، بس الفكرة شفتوا شلون ضافها محل الارميد مبين عليكم. رح رد ادخل على الدنت قول له السايز صغر لي اياه كثير، رح نزله لل هيك شيء او حتى واحد. في عنا سترينث بتخفف التباين للالوان مشان نخف تاثير البامب. على المهم هلا رح نرجع نشوفه. شفتوا شلون اعطاني التاثير هون؟ بين عليكم شلون اعطاني تاثير الملمس. هلا على اليو في دبليو طالع معي كتير كبير هون، ممكن نطبق له يو في دبليو ونصغره شوي. طبعا انا اذا بدي صغر بس الدنت بندخل هون وبقول له السايز مثلا 0.01. شوف على الرندر كان في ايه الدنت قاسي، ممكن كنا نستعمل خريطة تانية. بس اجمالا تطبيق طبقات مع بعضها فوق بعضها هيك رح يكون بهالاسلوب هذا. فهي اول خريطة اللي هي التايلز. طبعا انا عملت منها خامة ارميد، احنا ممكن نعمل منها كتير خامات تانية. اذا شفنا خرائط تانية رح اخذ هون التايلز. اذا بدنا نعمل مثلا سيراميك مسابح فرح اخذ هون ستاك وان تقطيع عادي مربع. شوف الصور معلي اوضح. معلش قبل ما اطبقها بنرجع نمر عليهم لانه في كم شغلي. مثلا هذا السيراميك اللي عم قلكم عليه شايفينه هو عبارة عن تقطيعات تيلز عادية، وشايفين تبعين الالوان ما احلاها النتيجة اللي اعطينا اياها. موني بيناتهم بهالشكل هذا. هلا هون اذا دققته يعني في تعرج بسيط كتير بال يعني معطي خط مستقيم تشوفه هون في تعرج بسيط، فممكن نضيف له قيمة من الرف. التقطيعات هون هاي مقطعة شكر، فهون الفرق بيناتهم اضافة كذا نوع مع بعض. هلا هاي ما ممكن تطلع معي بتيلز خطين او يعني بتطلع بس بصعوبة. لا بنحكي عنها. في عنا الصور الثانية في ارضيات لاندسكيب. هاي ما ممكن تطبق معنا. في صورة معينة من اللاندسكيب شوف له اذا مريت معنا بنرجع نشوفها. فالفكرة بهدول بس كلهم عبارة عن خلينا نقول رح اكررها انا رقم 40x40 وهوريزونتال جاب رح يكون رح يكون بقيم خفيفة كثير. هلا هون مجرد ما انا اعطيه شوية كلر فاريانس شايفين النتيجة اللي اعطانا اياها، نعطيه اللون اللي بدنا اياه مثلا فاعطاني التأثير هذا. هلا هاي مجرد اضافة بامب وكسها صارت الخامة عندي جاهزة. بس الفكرة هون الاساسية اللي بدنا نعرفها انه انا ممكن كرر حاخد نفس الخامة هون عندي اياها 40x40 ما هيك الارقام اللي اخذتهم. طيب رح اخذهم هون بدال 40 ممكن اخذهم انا 4x4 فصارت مع الخريطة بهالشكل هذا. هلا السؤال اللي هون
بدنا نطرح انه طيب انا بقدر اكرر بالتايلنج ما هيك؟ ممكن اخذن هون 10 10 ب10، فالعدد صار عندي نفسه بالنهاية بين هاي وهاي. بس شايفين الفرق بيناتهم؟ هون التايلنج عم يكرر صورة واحدة عم ياخدها، وشو يعمل؟ نسخ 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 على الكل، فأعطاني كتير تكرار ممل. بينما هون لما انا وزعتهم بهالشكل هذا، فاذا رجعنا شفنا ال ديفيوز كلر، لما نحن اخذنا الكلر فاريانس، الكلر فاريانس عم يصير على كل شو، على كل السيراميكات، على كل العدد اللي شايفينه هون. فهي نقطة كتير مهمة، احيانا الواحد بيغلط فيها وما بيعرف منين المشكلة. فالتايلينج دائما انا اللي عم تعمل مع خريطة التايلز ما بنستعمله ابدا، بخليه واحد بواحد ومنكمل شغل ببقية القيم. نضيف قيمة رفنس صغيرة، رف تعطينا هالشكل هاد. في عنا هون سواب تبديل، في عنا شو اسمه راندوم سيد، بس بعدل اياهم بشكل عشوائي بحيث لاقي مثلا شكل معين اذا في شكل ما عجبنا فيه. فهي كانت اول شيء اللي هي التعامل مع خامة التايلز. في عليا شي سؤال بسيطة كتير، حاسس نطور الموضوع اكتر. شفناها عبارة عن صور واضافة خريطة بسيطة، بس الواقع احنا اللي عنا يا الموضوع ممكن يتطور معنا اكتر اذا بدنا نطبع خامة الباركي. هلا خامة الباركي هي في عنا الى يعني بدنا نستعمل فيها اول شيء طبعا شكل خارجي نقشي معين، الخشب موزع بهالشكل هاد ديفيوز كلر. بدها بامب اكيد مشان تعطيني الفروقات البسيطة بين قطع الباركي، ومشان تعطيني كمان تحزيزات الخشب، فهاي بدنا نضيفها. الشيء الاهم انه الباركي كمان شو إله انعكاس، بس كتير بيكون شو كتير خفيف، فهي بدنا ننتبه لها. فبدي استعمل انا كل هدول. هلا الفكرة اللي شايفينه هون، التوزيع اللي شايفينه، انه انا بالديفيوز شو ضايف اول شيء؟ ضفنا تايلز ما هيك؟ بقلب التايلز شو ضفنا؟ كخريطة للتقطيعات ضفنا صورة اللي هي بيتماب، فهي اللي اعطتني هالشكل هذا. وبعدين بقلب التايلز شو عاطين ولا حتى اعطاني التباين؟ ضفنا له كلر فاريانس اعطاني تباين بين قطع الخشب. اخذت الخريطة نفسها ضفناها على البام، ورجعنا ضفنا له خريطة رح نشوفها هلا اسمها ريتريس، هاي مستعملة للانعكاسات. ماشي، هاي الخطوات هاي. هلا انت اذا قدرت تفهم هذا التوزيع الشجري، الخامات بتصير واضحة كتير بالنسبة لكم. قبل ما ندخل على خامة الباركي، انا اذا عندي رح اخذ بلين، رح اخذ تيبوت، نحكي على خامة البلور مشان نطبقها بعدين كانعكاس للخامات العادية. هلا البلور نحن اذا بدنا نطبقه، طبعا اول شيء لمعانه قاسي ما هيك، له لمعة حدة، فشو رح ناخذ له؟ اول وحدة اني ساتروفيك، فنرفع شوي اعطاني لمعة، رح خلي لونه دين. هلا بنرجع له. طبعا اهم شيء بالبلور انه فيه انعكاس، فمنفعل الخلفية مشان افحص الانعكاس، ومنروح على المابس منفعل شو اسمه ريفليكشن اللي هو الانعكاس. نحن شفنا التطبيق الماضي كان عبارة عن اضافة انعكاس وهمي، يعني انا عم ضيف صورة وهو يعكس لي اياها. نحن اليوم رح نشوف الانعكاس الثاني، هي خريطة اسمها ريتريس، مثل ما شايفين هي اسود، لانه هي عبارة بس عن محرك دراسة انعكاس. اول ما اضيفها على المشهد شو عمل؟ عكس لي الخلفية اللي هي الصورة اللي عنا. طيب لما بطلع عليها بحس في بهتان نوعا ما باللون، ما عطيني هاللون الحد. فهي ملاحظة كمان بدنا ناخذها، انه انا لما بدي الانعكاس يكون صافي، فدائما لون المادي شو بده يكون؟ يكون اسود 100%. فما عندي لون هون عم يأثر، صار الانعكاس، شايفين الفرق؟ هاي كمان من الشغلات المهمة، كنا نعطيه لون معين. هلا فلما بيعطوه معي العذراء اذا عندك كروم او شيء بتعطي نتيجة حلوة. هلا هاي اذا كسينا فيها المجسم، رح اعمل كمان كم ابريق شاي حوالي كسان كبيئة يعني، ولون الخلفية من رقم 8 رح اعطيه لون خفيف، نعطيه رندر. فشفتوا النتيجة اللي اعطانا اياها، صار هو مدرس لدراسة انعكاس للمحيط. طبعا احنا عم نحكيها كانعكاس عادي، بالنسبة ل
اذا بدي اعمل شفافيه في عندنا مثل ما حكينا قيمتين. اول شيء عندنا شيء اسمه opacity، هاي اذا خففناها بصير الجسم شفاف. بس طبعا اذا عملناه ريندر شوفوا يعني شوف حطوا ورا شيء مجسم يعني بيطلع وهمي كتير، ما بيطلع انه المفروض هيك مجسم يكبر وتكفير يعني. فنفس الخريطه ممكن انا اضيفها حطها بريفريكشن اعطيه انستانس، شوف الفرق هون انتبهتوا شلون صار الانكسار، كبر الجسم تكبير. هلا عاده لما نحن بدنا نشتغل ما بعطي التنتين قوايا، رجع الاوباستي ل 100% كثير بيتضاربوا مع بعض، فبعطي يا اما بخلي الاساس هو ريفراكشن انكسار وبعطي انعكاس خفيف بهالشكل هذا، اما بالعكس حسب الشيء اللي نحن مصممه. نرجع نعطي رندر الانكسار مثل ما شايفين دراسته قاسي خصوصا على هيك مجسم معقد. هلا شوفوا بالنتيجة هيك الواقع، شايفين الانكسار تحت انا طبعا كتير بسيط. الفيري طبعا طوروا لدرجات كتير احترافية بموضوع الانعكاس والانكسار. نحن لما بدنا نجي نعمل بلور رح اعطيه هون بوكس، معلش مريره بالنص مشان يبين معي الانعكاس والانكسار. فهي عندي انا هون سطح بلور من ماتيريال بنكسر فيه الجسم. طبعا البلور اساسه راح يكون الانكسار والانعكاس هو الخفيف. فاذا اعطيناه رندر شايفين الانعكاس بين عليكم. هلا الانكسار ببين معنا هون، هاي لو اعطيه اوباسيتي ما كان بين معي حرف البلور هذا. اذا قربت هون اذا شايفين يعني في انكسار خفيف كتير هون بالمجسم. هيك رح تنشغل معظم المواد. البلور هون نتيجته بظن ممتازة يعني، ممكن لسه نخفف نخفف الانكسار اكتر، فريكشن نزله للخمسين فبيعطينا تقل اكتر لان رح ياخذ لون اسود من المادة اللي نحن ضفناها، بيعطينا تقل اكتر للبلور. إذا زودناها شوي قيمة بين التنتين تعطينا نتيجة حلوة. تمام لهون. هلا هي ملاحظات كانت على موضوع دراسات الانعكاس واستعمال خامة التيلز. اللي رح نطبقه هلا بعد شوي هو خامة الباركين.